21 سنة وعمل مشروع معين، وأنا كل نحتي وكل كذا إني درست وطلعت مهندس، ولا طلعت مش عارف طبيب، ولا طلعت أخذ دكتوراه مش عارف في الفلسفة، واشتغلت وصار عمري 26 سنة لسه مديون ما عنديش حاجة. أجمل ما يكون إنك تعيش إيه ظرفك اللي أنت فيه وتتكيف معاه، تكيف مش بس مع العمر وحتى مع القدرات والإمكانات. ما عنديش إمكانات أينشتاين، أنا ما عنديش إمكانات ابن سينا، ما عنديش إمكانات أحمد شوقي اللغوية والشعرية، ما عنديش. عندي إمكانات اللي أعطاني حلو الحمد لله، بحاول أستثمرها في أقصى ما يمكن صح، وأرضى بهذا، وبعرف إنه هذا برضو قدر الله وجمال الحياة إنه الناس إيه بعضهم فوق بعض، مش كل لازم يكون أينشتاين وأحمد شوقي، مختلف عادي طبيعي واضح. ما عنديش برضو إمكانات جمالية وجسمية اللي عند فلان وعلان، مش لازم نجوم السينما، مش لازم. عندي إمكانات أخرى بستثمرها وأبدع فيها وأشعر برضو إيه بالرضا والهناء والسعادة، واضح إخواني؟ واحد فقد عينه عاد، صار معاه حادث فقد عينه أو عيونه تنتين مسكين صح ولا؟ فقد عضو من أعضائه، هذا سبب كبير من أسباب الاكتئاب، الاكتئاب التفاعلي ما يقدرش. الأهم بيجيك الدين وفلسفة الحياة والوعي والرسوخ في النظرة بتتكيف مع وضعك الجديد. حاولت كذا أعضاء بديلة كذا، نجح ما نجحش، اتكيف مع وضعك الجديد، ما ترفضوش ما تكفروش ما تنتحرش، اتكيف. لو أقنعت نفسك بفكرة التكيف هذه وفهمت كيف تتكيف، صدقني هتلاقي نفسك زي ما قلناها مرة بعد سنة واحدة في سوية نورمالتي من السعادة مثل سعادة أي سعيد عادي، وهتستغرب. خبرين عملناها مرة في خطبة هذه، إنه قال لك واحد حصل مليون دولار في اللوتو، واحد صار في كرسي مدولب بعد أنفال حادث بعد سنة، مع إيه؟ مع أن الظروف تكون متشابهة الأخرى، فقط الفارق إيش هو؟ أنه هذا جاب مليون وهذا إيه؟ فقد رجليه مسكين، صار في كرسي مدولب بلا إيه طرفين تحتيين، بس طول حياته كعطل ويك انقصر رجليه. قال لك السؤال في علم النفس، علم نفس السعادة، متخصصين في السعادة 40 سنة يدرسوها، إشي عجيب علم يا أخي، وهذا من رحمة الله، شوف رحمة الله قديش كبيرة. قال لك بعد سنة السوية، سوية معدل يعني السعادة، وضعية السعادة عن اثنين، مين أعلى؟ أنت حتقول لي طبعا يا أستاذ أنا بعرف يا أستاذ، أقول أبو مليون، غير صحيح، زي بعضهم. كيف؟ زي بعضهم يا أستاذ، زي بعضهم علميا، زي بعضهم، مع تساوي إيش العوامل الأخرى، انتبه، زي بعضهم ممكن يصيروا تماما. ليش؟ طيب التكيف، قدرة الإنسان على التكيف. تخيل، على فكرة مش بالضرورة اللي فاز بمليون يورو أو استثمر في صفقة وجاب مليون يورو إنه بعد سنة يكون سعيدها، ممكن بعد سنة من الآن مليون يورو يكون طلق زوجته، أولاده تبرأوا منه، وفقد أعز أصدقائه صح ولا لا؟ حتلاقيه على شفا دمار كامل، والسبب المليون يورو. ليش؟ طيب المعرفة شي تكيف معايا وضع جديد، أنا كنت ما عنديش حتى أي 10,000، صار عندي مليون فجأة هيك بصفقة، ولا حتى زمون لها إيه، والعياذ بالله بالإقمار، هذا اللوتو تبعهم بصير مع الناس، ما عرفش يتكيف مع الوقت، اهتز فلسفته في الحياة، غير مضبوطة، غير دقيقة، غير عميقة، واضح؟ ما قدرش يستوعب الوضع الجديد. قصة طويلة. فعلى كل حال جوابا عن سؤالك أخي حمدي بارك الله فيك، بلا شك نعم، معلوماتنا الجديدة اليوم في العصر هذا في أشياء كثيرة جدا جدا، وخاصة فيما يتعلق إيه بأوضاع البشر الآخرين وإمكاناتهم والفرص المفتوحة أمامه وحجم إنجازاتهم. يعني حين خاصة شاب مثلا، شاب بسمع عن شاب مثلا بريطاني أو شاب أمريكي عمره 21 سنة، 21 فقط، عمل مشروع اقتصادي صار مدخل منه مليارات، زوكربيرغ هذا تبع الفيسبوك هذا، مش عارف يمكن حوالي 80 مليار. ممكن الشاب فيك ويأس ولا كيف يصير؟ وأنا كل نحتي وكل كذا إني درست وطلعت مهندس، ولا طلعت مش عارف طبيب، ولا طلعت أخذ دكتوراه مش عارف الفلسفة، واشتغلت وصار عمري 26 سنة لسه مديون ما عنديش حاجة، وهذا 21 سنة عمل مشروع معين. إمكانات هذه وفرص وهبات، مين قال لك إنه هذا شخص عادي أصلاً؟ عشان يكون 21 سنة هذا جينيس، هذا واحد عبقري. الدنيا لا تجود بالعباقرة كل شوية، على فكرة العباقرة قلها، قلة قليلة في التاريخ كله، الأذكياء كثار، الموهوبين كثار، العباقرة قلة قليلة. أنت بتعرف حتى في علم نفس الذكاء 60% من الناس إيش ذكائهم؟ متوسط، يعني من 90 ل 110 60%.
متوسطو الذكاء الاي كيو بسموه، و20% تحت المتوسط. يعني شبه هذول متخلفين مساكين، في 20% تخيل. فانت حتى كل ما تشوف 10 من الناس يعني حط في حسابك، اقرا والتوانسه، اقرا في حسابك انك حتلاقي اثنين متخلفين شويه. فكبر مخك، ومش كل واحد حكاية كلمه ترد عليه ما قد يكون احد ال 20% دول. هذا نسبه هيك، ما تحطش مخك بمخه بدك تناقش. قول له مزبوط صح صح، بس انت قول له مزبوط صح صح، وبتفهمش بدك اقول له صح طبعا، الفهم منك هذا. بارك الله فيك، فهمت، جزاك الله خير، طالك ماشي. وفي 20% فوق المتوسط، ايش رايك؟ هذول ببلشوا ايه من 120 ل 140. هذول بسموهم ايش؟ الذكاء الشديد. هتقولي في فوق؟ طبعا من 140 فما فوق العبقرية. هتقول يا ويلت هذول قلق، طبعا قلق قليلة. العبقري مش ابو 130 و 134، 140 وعدي. يعني تشارلز دارون كان 150، ديفينشي كان 180، جون ستوارت ميل 200، سبينوزا مش سبينوزا عفوا، لا باسكال، مليز باسكال تبع الاحتمالات وهذا كذا، 180. عباقرة هذول شيء مخيف، قلة هذول، قلة قلة في تاريخ البشرية. أكيد ابن سينا كان زي هيك يعني، أكيد أكيد هذول الناس قلة، هذول عباقرة. فهذا اللي عمل مشروع عمره 18-21 صار عنده مليارات. هذا جينيس، هذا ما هو شخص عادي، هذا ما هو طبيعي، لأنه في ناس بيخذين نوبل في الاقتصاد برضو ما كنتوش يعملوا زيه، صح ولا لا؟ ومخذين نوبل عمرهم 60 سنة ومؤلف 20 كتاب جامع في الاقتصاد وأخذ نوبل وما قدرش يعمل مشروع زي هيك. هذا على 18 بلش، 21 كان عنده 4-5 مليار. إيش المصيبة هذه؟ عادي، ما تزعلش ما تزعلش، حلو إنه الله منع البشرية بواحد عبقر زي هذا، بس امشي أنت مش أنا، عادي وافرح له. أنا بفرح هذول الناس أقسم بالله، وتويها مرة بطريقة البسيطة. حلو كتير كتير إنه الله خلق فينا مثلا إحنا المسلمين واحد زي عبد الباسط يقرأ القرآن، لا بتقدر، لا أنت ولا أنا ولا هو ولا هي ولا واحد يقرأ زيه، ولا واحد بيقدر يقرب منه، اللي بفهم إيش الفن وإيش الموسيقى وإيش الصوت وإيش الإمكانات الهائلة اللي عنده. إشي مرعب، إشي مرعب، لغاية إنه إيه المقرئين الكبار المجودين عالمين في مصر مثل راغب غلوش كان يقول أضخم مقرئ قال في العالم إذا كان يقرأ وحضر عبد الباسط مجرد حضوره قال كيف يجعله يرتجف كالطفل، بتضيع انت ضعت. بس الحمد لله انه في عندنا عبد الباسط، شوف لما يقرأك في الشمس وضحاها بس البسمة اللي كيف بسملها مستحيل، انا شعر كل بدل بكفيك بقول قديري اللي خلقك يا عبد الباسط، لا اعطاك الامكانيات الصوتية هذه. اشي مرعب يا اخي، مرعب. حلو جدا، احنا في امة فيها ايه احمد شوقي، فيها ام كلثوم بصوتها برضو المرعب الرهيب هذا الهائل. حلو حلو، احنا في امة في بشرية عاد فيها مل وفيها رسل وفيها أينشتاين وفيها ابن سينا وفيها الراج وفيها الغزالي، حلو الحمد لله، بس مش احنا، بس احنا بنعيش في هذا النوع ضمن هذا السبيشيز، احنا من ابناء هذا النوع، هذولا من اخواننا هذولا الحمد لله، ما ظلناش ايش مبات قرود، لو كنا زي بعضنا كان ظلنا اشباب القرود، والله صحيح. ايش اللي طور هذا المسار الحضاري كله؟ هؤلاء العباقرة القلة القليلة. عشان هيك احسن وادق تعريف العبقرية قال لك العبقرية هي التي تترك الدنيا بعدها غير ما كانت قبلها، مش بتضيف إضافات هنا وهنا وهنا واختراع كيف تفتح سدادة مش عارف كولا، ما بغيرش كثير هذا، أو مش عارف مثلا إيش الفول بلاك تلفزيون هذا إنه ما غيرش التلفزيون موجود من أول، يعني اليوم معظم الناس ما عندهمش فول بلاك هذا شو يعني الترو بلاك هذا ما عندوش 6000 يورو ما بيلزمنيش أنا بسكر النوافذ، إيش المشكلة يعني بسكر وبصير بلاك يعني مش هيغير الدنيا، هذا مش هيغير الدنيا، حتى اللي اخترع التلفزيون برضو ما غيرش الدنيا حقيقة، واضح؟ أنا بعتقد اللي اخترع اليوتيوب غير الدنيا بصراحة، غير اللي اخترع الفيسبوك غير الدنيا، هذا سوق بالله هذا غير، عمل ثورات وعمل ربيع وعمل حريق وعمل كذا مشاكل بالفيسبوك، هذا إشي اختراع مش طبيعي صح ولا لا؟ غير الواتساب بصراحة غير كثير، هذولا مش طبيعي، وفعلا هذا الواتساب شو شاب صغير شفتوه من دولة شرقية وملياردير عمل مع زميله الاختراع هذا، أمه كانت تنظف الهوتيلات والبيوت للناس، أمه مليارات مليارات، عبقري جينيس، الله أعطاه شيء مميز الحمد لله، هنيئا له، افرحوا فرح أنك تعيش في بشرية فيها هؤلاء الجميلين العباقرة من جنسة من نوعنا، واضح يا إخواني؟ فالتكيف لما يقوم على هذه الفلسفة وكذا من أجمل ما يكون والله العظيم، بس الأنانية الطيقة اللي بتخليك ما تفرحش بشيء إلا إذا كان لي أنا، وما تحبش إنجاز إلا إذا كان مني أنا وكذا، هذه بتخليك أتعس الناس
وبتعيش وانت تعيش اقسم بالله العظيم، ومع كل نجاح تسمع به او تتبتع به انت بتضلك تعيش ايه؟ تعيش باستمرار، لانك مش انت، مش انا اللي عملته، مش انا، ما انا مين انا يا رجل؟ مين احنا؟ مين اليوم البشريه كلها على بعضها 7 مليار هذه؟ هذه بعد 100 سنه افتراضيا تقريبا لا يبقى منهم احد. اللي ولد اليوم ها بعد 100 سنه تقريبا الان 99.99 لن يبقى منهم احد. كله حكون راح، اجى غيرهم، صح ولا لا؟ فمين انا وانت؟ فكر، حتتوقف الدنيا عشاني وعشانك؟ اتواضع كمان واعرف قيمه نفسك، والله صحيح، ما تخليش الكون، ما تبنيش فلسفه في حياتك انك انت مركز الوجود، مركز الكون، لا مركز ولا حاجه، وما تحتقرش نفسك طبعا. ما حدا بيقول احتقر نفسك وخفض من قيمه نفسك، بالعكس هذه شغله مرضيه، ها؟ ولكن ادرك نفسك بطريقه ايه؟ واقعيه. مش بطريقه مرضيه، بطريقه ايه؟ استهاميه، صح ولا لا؟ اللي بينفخ حاله كثير بعود ينفجر، صح؟ ممكن انفجار يكون على ايد طفل صغير وعلى ايد انسان حقير وانسان عامي وجاهل. البالون الكبير هذا بس بده شكه ابره حينفجر. فلا، ما تنتفخ، انضج وانمو، جروينج، جروينج، نماء حقيقي ضمن امكاناتك وبانجازك.